ناديه، قولي يا ناديه. ناديه الو 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 الو. ايوه دكتور مبروك. ايوه كده. معلش انا في سؤال عندي بعد اذنك. قولي. هو حضرتك انا حاسه ان في حد عامل لي حاجه، موقوف حالي وما بشتغلش بقالي 3 سنين. حاضر، بالراحه بقى. لا بالراحه بقى، عشان انا هاخدك انت المكالمه الاساسيه بقى بالراحه. ماشي. المعامله الاساسيه بالراحه. انا معمول لي عمل. لا مش معمول لك، انا اللي اقول. ماشي حاضر. يا ايمان انت مصدقه كنت بتتصلي بيا ليه؟ انا بس باخد رايك. استني بشويش عليا. حاضر. انت اتخرجتي في الجامعه ولا معاكي دبلوم؟ لا انا معايا دبلوم وشغاله بقالي. بالراحه، ما انت شغاله اهو. هنلخبط في الكلام ليه؟ انت شغاله ولا مش شغاله؟ كنت شغاله. كنت شغال. استني بس. حاضر. استني، لما كنت شغاله انت اللي سبت الشغل ولا مشوكي؟ ايه؟ لما كنت شغاله انت اللي تركتي الشغل ولا الشغل اللي قالك بره يا عيشه؟ لا انا انا بعد ما كنت منتظمه سبته من نفسي. انت من نفسك سبت الشغل؟ اه اتخنقت كده. بالراحه عليا، ما كلنا مخنوقين يا ضنايا. بالراحه عليا، هسالك 100 سؤال في 100 ثانيه. طيب. يعني بالراحه بس، انت اتخنقتي، انت حبيبتي اتخنقتي، حد من الشغل كان بيضايقك فخنقك ولا أنا انت كنت في مكان؟ بالراحه عليا. انا كنت في مكان كويس. امال اتخنقتي من ايه؟ وبعد كده رحت مكان مش كويس. بالظبط. يبقى عمل ايه بقى؟ يبقى عملي ايه؟ مفيش عملي. يبقى رحت مكان مش حلو. اما اتخنقتيش ما تبقيش بني ادمه. طيب. الدين كده يا ناديه. طب والجواز؟ استني، والجواز ده انا اقول لك على الجواز، ده كتاب يا بت. الجواز شباب، لازم تاخدي حظك من زمانك. ما هو تقول يا رب. استني يا بت، تقول يا رب. واستني تقول يا رب. وانتي واللي خلفوكي ناويين على ان اللي يجي مدام محترم ما يرهقهوش ولا يطلبوش مطالب شنيع اي حاجه غير كده، يبقى قدرك. كل اللي عليكي سمعتك تبقى زي الفل، والناس تتحاكى بيكي انك بنت شملوله وست بيت ومدبره، وتعملي لك افق، لان ربنا قال الكلام ده في القران. واجعل لي لسان صدق في الاخرين. مش بس في اللي عايشين معايا، البني ادم يصنع سيرته ومش هيسلم برضه، بس من المعفنين طز. انما ربنا هيجعله بعد الفاصل ان شاء الله. ناديه، في مليارين زي ناديه في الامه الاسلاميه، هو عمل. انا ما بتجوزش وغير جوز عمل، انا ما بشتغلش هو عمل، ما فيش الكلام ده. لا عمل. ليه؟ لان في ايه رقم 2 من سوره فاطر، يا حبايبي يا حلوين، كل واحد في بيته 14 مصحف، يفك عنهم بقى التراب ويفتحهم مره. وانا مش بتويه اهو، مع ان اجمل تيه انك تتوه في كلمات ربنا وتتدبر اياتها. بس يلا، سوره فاطر حلوين على اليمين، الايه رقم 2 يقول ربنا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لازم تعمل كده. يعني لو ربنا هيديك حاجة محدش هيحشها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اسألني أنا السؤال اللي مش هجاوب عليه دلوقتي. إمتى يفتح ربنا؟ وإمتى يمسك؟ ما أقدرش أجاوب عليه دلوقتي، عشان قدامي دقايق. نادية كانت في مكان كويس، وكانت الدنيا جميلة، راحت مكان وحش، اتخنقت، ده عمل؟ لا. قيس عليها كل حاجة. واحد بيتدلع يتجوز ازاي؟ واحدة بتتدلع تتجوز ازاي؟ واحدة طالعة شروط قد كده تتجوز ازاي؟ هي كويسة جدا، المجتمع وحش، تاخد حظها منه. اسمه كده. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حظه من زمانه. زمن النبي ما كانش فيه بولمان فاخر ولا طيارات، فركب الناقة. نحن نفس الحكاية. افرض ان احنا قدرنا ما فيناش عيب، وطبعا ما فيش واحد في حضراتكم ولا في اللي تعرفوهم بيقول انا في عيب، وده كفيل بان ربنا يحوش رزقه. السبيل الى رزق الله حاجات كتير، انا عديتهم 188 حاجة. اخطر حاجة فيهم، اخطر حاجة فيهم ايه؟ استبعاد رحمة ربنا. ان اقول لك ربنا هيكرمك تقول مش هيرحمك، وإذا رحمك
بيبتليك، مش بيحبك ولا جايب لك رحمه، هيلبك. استبعاد رحمه ربنا اخطر حاجه في الدنيا، تبعد الرحمه اساسا. والدليل اهو، لما دخل يزوره صلى الله عليه وسلم، دخل يزور واحد عيان، يقول له طهور؟ قال له طهور منين؟ انا هروح الطرب، انا هموت. مات الصبح. النبي بيقول له فرش لا باس ولا حاجه، هتقوم زي الحصان. الحصان يا راجل طهور؟ بل هي حمى تفور على رجل كبير تزيله القبور. ادوروا على الاسباب، مفيش حاجه اسمها عمل. يلا.